بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 7 شوال 1439 للهجرة الموافق 21 يونيو 2018 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب الجمعية الوطنية والمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين، وسيتدخل وزير الداخلية واللامركزية حول مضمون هذا المرسوم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الوزير. إذا كان لي الشرف اليوم أن أقدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين. تمت المصادقة على مشروع المرسوم المذكور. إذا عن تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب النواب والمستشارين المذكورين آنفا يوم 1 سبتمبر، يوم السبت 1 سبتمبر 2018، وفي حالة الشوط الثاني يوم 15 يوم السبت 15 2018. الشوط الثاني يوم 15 سبتمبر 2018، يوم السبت 15 سبتمبر 2018. تصوت القوات المسلحة وقوات الأمن يوم الجمعة 31 بالنسبة للشوط الأول، 31 أغسطس 2018، وفي حالة شوط ثاني يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018. تبدأ إيداع الترشحات للانتخابات المذكورة بالنسبة للنواب. تبدأ الترشحات من 18 يوليو 2018 عند الساعة 0 وتنتهي 2 أغسطس عند منتصف الليل يوم 2 عند منتصف الليل. بالنسبة للمجالس الجهوية والمجالس البلدية، يبدأ إيداع الترشحات لدى اللجنة المستقلة للانتخابات يوم 3 يوليو 2018 عند الساعة 0 وتنتهي يوم الجمعة 13 يوليو 2018 عند منتصف الليل. تفتتح الحملة الانتخابية بالنسبة للاقتراعات 3 يوم 17 أغسطس 2018 عند الساعة 0 وتختتم يوم الخميس 30 أغسطس 2018 عند منتصف الليل. هذه الترشحات ذكرت لأنها يتم إيداعها لدى اللجنة المستقلة للانتخابات طبيعة الحال بعد دفع كفالة. وبالنسبة للنواب عند اللجنة المستقلة للانتخابات أجل أقصاه 7 أغسطس 2018 عند منتصف الليل للبت في صحة الترشحات. 7 يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018 عند منتصف الليل تبت في صحة الترشحات، معناها عن اللائحة النهائية للترشحات المعتمدة يلا ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أغسطس عند منتصف الليل يلا تعلق تحول للجنة المركزية إلى مستوى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. بالنسبة للمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين، تبدأ اللجنة المستقلة تنظر ملي في صحة اللوائح في أجل أقصاه يوم الاثنين 23 يوليو 2018
يعني أنا تبت فيها تودوا تلاحظوا ألم بالنسبة للمستشارين البلديين والجهويين عند لجنة مستقلة عندها 10 أيام والآخرين عندهم 5 أيام. إذا هذه يتم افتتاح الاقتراع كيف تعودت لي، يبدأ من الساعة 7 صباحا يوم الأيام اللي ذكرت وينتهي عند الساعة 7 مساء. هذه العمليات كلها يتم تنفيذها من طرف لجنة مستقلة للانتخابات اللي عندها فروع على مستوى الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية. إذا هذا هو فحوى المشروع المرسوم اليوم المقدم أمام مجلس الوزراء. شكرا. شكرا معالي الوزير. بعض الأحزاب خاصة الأحزاب المحاور طلبوا إعادة النظر في اللجنة الوطنية للانتخابات. أنت رأيك كان مثلا هماتية مراجعة لتكوين اللجنة؟ والسلام عليكم. بداية سيد الوزير، اختار نعرف طبيعة هذه الكفالات اللي لا يقدموا النواب، شنو هي المبالغ المحددة للترشحات بالنسبة للنواب وكذلك للمجالس البلدية، و ماذا عن الأحزاب التي لم تحصل على 1% في هذه الانتخابات اللي هي مهددة بالحظر أو بسحب رخصها من قبل وزارة الداخلية؟ هذا سؤالي الأول. سؤال الثاني يتعلق بالتحويلات التي تجرى في وزارة الداخلية. هنالك سيد الوزير من يتهمكم بالزبونية في تحويلات الحكام والولات، ويرى أن بعض هؤلاء نتيجة لعلاقتهم بكم تحولوا إلى وجهاء محليين لكثرة الفترات التي قضوها في المناصب الإدارية التي يديرونها. هل ما صحة هذه الدعاوى؟ وهل تنوون في وجه هذه الانتخابات ما دام هؤلاء استقروا لأكثر فترة في دوائر انتخابية أصبحوا وجهاء فيها محليين فيها، وبالتالي إمكانية إشرافهم على انتخابات مصيرية كهذه، هل تنوون إجراء تحويلات ما قبل الانتخابات في القطاعات الإدارية خاصة ولايات الحكام؟ شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات حسب علمي جاءت من طرف الأحزاب المحاورة في الأغلبية وفي المعارضة، وهي اللي توصلت لهذه النتيجة ومراجعتها ما نعرفها. ما نعرف ضرورته ولا نعرف قاعد منه، لا نعرف من اللي القضية انطرحت قاعد منه، لا تنطرحت عند العدالة ما نعرف. إذا عنها ماني شايف الطعون فيها قاعد. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للأحزاب اللي ما حصلت على أقل اللي ما هي الكفالات، هي طبيعة الكفالات. كفالة بالنسبة للنواب 1000 فوقية جديدة هي كانت 10,000، وبالنسبة للمستشارين البلديين والجهويين 500 اللي هي 5,000 فوقية قديمة. بالنسبة للأحزاب اللي ما حصلت على 1%، احنا عندنا بالقانون على حزب سياسي يعني يجوا انتخابات بلدية خاصة ويتواصلوا دورتين منها ولا حصل حزب سياسي على نسبة 1%، بقوة القانون يصبح محلول. وفيه قانون ندافع عنه ضرك اللي هي مجلس رئاسة الجمعية الوطنية عن ملي الدعم اللي كانت الدولة تعطي مساعدات الأحزاب السياسية ليتم مراجعته بالنسبة للناس اللي ما حصلت على نسبة 1%. غير ما زال يطلب موافقة الجمعية الوطنية، غير بعدهم دراسة تراجع توزيع تلك المبالغ على الأحزاب اللي صيفتها. الشق الثاني من السؤال، التحويلات لا في وزارة الداخلية ولا في قطاع آخر، هذا ينقال للسلطة التقديرية، السلطة التنفيذية اللي تعدل، وفما معايير هي اللي تعرفهم، هي اللي تتعدل عليهم.
هاك الصلي قد يعدل فيه تحليل اخر والله يعدل فيه ذاك ذاك حرفي لا ما ينقالوا بالصفة اللي هي هي السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية قال ما في معايير لا لا معايير ما في معايير ستاندر ما في معايير ستاندر ما في مستعاير هو شفاه وقع شفاه غير ما في معايير ستاندر ما هم فهمتوا لا جدود عندك انت اللي صحافي والله استاذ يا غير الناس الاخرى جدود ما هو انت الناس الاخرى جدود ما هو انت اذا عن المهم باختصار على ان هذا يتعلق بالسلطه التقديريه للسلطه التنفيذيه هي اللي تعدل عليها تحويلات يسوى وزاره الداخليه ويسوى وزاره الثقافه ويسوى قطاع اخر ما عندي تعليق اللي فوق هذا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم معالي الوزير فيه بعض الاحتجاجات للمواطنين في الداخل خصوصا في مدينة العيون أوضاع معيشية صعبة يعاني منها المنمون ندرة العلف والغريب والمفارقة أن هذه الندرة جاءت بعد قرار رئيس الجمهورية إلغاء تعرفة الجمركية على هذه المادة كيف تفسرون هذه المفارقة وما خطط الحكومة لتلافي الوضع في هذه الفترة الصعبة وأيضا سكان مدينة كيفة يعانون من العطش ويقولون إنهم يعانون أكثر من الوعود العرقوبية التي تقدم لهم من طرف الحكومة بحل هذه المشكلة هل من بشارة أو من أي شيء يمكن أن تقوله لهم أخيرا تصريحات أو رسالة وجهها زعيم حركة إيرا للرئيس الفرنسي نشرتها بعض وسائل الإعلام اتهم فيها موريتانيا بأنها دولة لا زالت تعيش على العبودية والعنصرية أنتم كحكومة ما الذي تقولونه كرد على هذه الرسالة خصوصا أن موريتانيا تستقبل أول رئيس فرنسي يزورها منذ فترة يعني ليست بالقريبة شكرا معالي الوزير السؤال يتعلق معالي الوزير بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دار معالي الوزير كان هذه الزيارة تدخل في نطاق المشاركة في القمة والله الزيارة لموريتانيا معالي الوزير اختاركم تقولون كانوا جاي يحضر للقمة ومن خلاله يقوم بزيارة موريتانيا والله هناك زيارة رسمية تحضرت لموريتانيا الجزء الثاني من السؤال معالي الوزير هناك انباء تتحدث عن جلالة الملك محمد السادس انه سيزور موريتانيا وخصوصا المشاركة في هذه القمة من دار كانكم معالي الوزير تأكدون زيارة الرئيس الفرنسي ومشاركة الملك محمد السادس شكرا لك ميرت محمد عبد الله من إذاعة صوت نواكشوط سؤالي الأول يتعلق بزيارة الملك المغرب محمد السادس للقمة الإفريقية القصر المغربي أبدى موافقته المبدئية للمشاركة في القمة الإفريقية بنواكشوط ما هو التأثير المتوقع من حضور الملك محمد السادس على طرح ملف الصحراء الغربية سواء إيجابيا أو سلبيا سؤال الثاني قبل أيام عقد مركز مبدأ ندوة ناقش فيها الاكتشافات الغازية بين موريتانيا والسنغال كما تم فيها الحديث عن تقديم الحكومة السنغالية لمشروع الاستفادة من الغاز أمام البرلمان في المقابل هل تعتزم الحكومة الموريتانية الإقدام على خطوة مشابهة وشكرا معالي الوزير بالنسبة لما يتعلق بالاحتجاجات اللي ذكرت سواء كان طلبا للعلف أو طلبا للماء نحن ذكرنا أن في عدة مناسبات أن هناك خطة استعجالية أعدتها الحكومة وتنفذها وتنفيذها جاري على قدم وساق وهي تشمل توسيع العلف وحفر آبار ارتوازية في الأماكن المتضررة سواء كان التي تحتاج إلى الماء أو التي تحتاج إلى الإعلام وهذه الخطة سارية وأتت أكلها وهي خطة فعالة وتتابع بعناية فائقة الحكومة تتابعها والسلطات الإدارية أيضا تتابعها وتتابع تفاعلاتها لكن هذا لا يمنع أن يظل هناك إنسان يحتج من هنا وهناك وهذا وضعية طبيعية أن الإنسان يظل دائما يأمل المزيد ويريد المزيد ونحن الحمد لله الحريات متاحة التعبير الحضاري
والأخلاقي متاح للناس فر، سواء كان بالتظاهر أو بالصراخ أو مثلا أي حركة أخرى يراها الشخص، فهي ما دامت حركة حضارية لا تمثل عنف ولا تؤذي الآخرين ولا تعتدي على حرية الآخرين فهي متاحة. وسيظل الإنسان سيظل تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي، سيظل الإنسان، أنتم الفقراء إلى الله اللهم الغني الحميد، يظل دائما الإنسان حتى في الدول الكبرى تظل دائما الاحتجاجات. لكن المهم هو أن هناك خطط فعالة وهناك استجابة لآلام ومشاكل المواطنين، وهناك دائما خطط في مواجهة أي تحدي أو أي تعثر أو أي مشكلة جاءت، ومنها قضية المياه وقضية الأعلاف، والحكومة دارية في هذه القضايا وتتخذ لها التدابير اللازمة. بالنسبة لما تحدث عن رسالة بيرام أو رئيس ما يسمى بحركة إيران، هذا رسائل ورحلات تعرفونها مثلا أصبحت مستهلكة فهي دائمة، لكن طبعا هو خطاب مستهلك وخطاب معروف أنه لم يعد أنه خطاب، الكل يعرف أنه خطاب انتفاعي واسترزاقي، وأنه هناك للأسف مجموعة من زمن بعيد وهي تعيش بل وتهيئ نفسها وتحاول أن تنال مثلا مكانة بالمتاجرة بقضايا الناس وبحقوق الإنسان وبهذه القضايا اللي الحقيقة ينبغي أن تكون قضايا مقدسة إذا كان هناك آثار للعبودية في موريتانيا. هذه آثار ينبغي أن الجميع ينهض لمكافحة هذه الآثار وللتصدي لها، لكن لا ينبغي أن يتاجر فيها أحد ويتكسب هو على ظهر هذه الآثار، اللي ينبغي للجميع أن ينهض وأن يشارك في التفكير وفي الفعل اللي تمحي به هذه الآثار. لكن لا ينبغي أن يصعد الإنسان ويحاول أن يكون له طموحات سياسية أو أن يكتسب مكانة من على ظهر هذه الحقوق وعلى ظهر هؤلاء الناس اللي متأثرين من 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 آثار الاسترقاق القديم اللي لم يعد موجودا، لم يعد هناك استرقاق فعلي في موريتانيا، وإنما هناك آثار من تخلف ومن جهل ومن فقر، والحكومة تتخذ التدابير اللازمة والمبادرات لمحو هذه الآثار. وتعرفون هناك وكالة التضامن وهناك المشاريع اللي ما قريب من 40 من ميزانية الدولة موجهة لمحاربة الفقر، وهناك ميزانية التعليم اللي موجهة لهذه الشرائح المتضررة. لكن هذه الأضرار طبعا تأخذ وقت، لأن إنسان جاهل لا بد أن يتعلم ثم يعمل بعد ذلك، وهذا يأخذ وقت، لأن التعليم له رحلة والعمل أيضا بعد التعليم له رحلة. لكن المهم أن هناك مشاريع ضخمة وهناك برامج كبيرة في الميزانية موجهة لمحاربة ومحو هذه الآثار، سواء كانت من جهل أو من فقر أو من تهميش. بالنسبة لزيارة الرئيس الفرنسي، طبعا هو كان عنده مبرمجة له زيارة لموريتانيا مسبقا، ثم أراد أن تكون هذه الزيارة في فترة القمة لكي يشارك، يكون هناك مشاركة في القمة وفي هناك زيارة لموريتانيا، وهي لها برنامجها الخاص بها وطبعا متسامنة مع القمة. لكن كما تعلمون الرئيس الفرنسي ليس عضو في الاتحاد، فرنسا ليست عضو في الاتحاد الافريقي، لذلك الزيارة لموريتانيا. لكن أراد هو أن تواكب
تكون متزامن مع هذه القمة. طبعا هذا شيء حيوي وشيء يهز الزيارة أكثر، ويتيح للعديد من الرؤساء الالتقاء به هو، ويتيح له أيضا هو الالتقاء بهؤلاء الرؤساء، ويتيح هذا أيضا بحث مشاكل القارة الإفريقية والعالم أجمع يعني في هذه القمة اللي سيحضرها. حتى الآن أكد حضور لها ما يناهز 42 زعيم دولة إفريقية، وهذا يعتبر أكبر من أكبر حتى الآن حضور القمم الإفريقية التي عقدت في الماضي. كانت أغلبها يحضر حوالي 20 أو 22 من القمة، هذه السفارة الأخيرة 22، بينما هذه القمة حتى الآن أكد الحضور لها ما يزيد على 40 زعيم إفريقي. وهناك أيضا حضور دولي مكثف ومتميز. بالنسبة للملك المغربي لم يردنا تأكيد لحضوره حتى الآن، لا 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 علم له بأنه أكد الحضور أم لم يؤكده، يعني حتى الآن لم يرد شيء رسمي من هذا القبيل. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.